أعلنت حركة حماس اغتيال أحد كوادرها في منزله في العاصمة السورية دمشق اليوم. وقال عزة الرشق أن مجهولين أقدموا على اغتيال أحد كوادر الحركة في العاصمة السورية. وقال الرشق إن كمال غناجة المعروف باسم نزار أبو مجاهد قد تعرض لعملية قتل وصفها بالجبانة في دمشق. وفور نشر الخبر وضعت المواقع العبرية خبر الاغتيال خبرا رئيسيا وبارزا، واتهمته بأنه مسؤول عن تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة. وقالت أن غناجة هو نائب القيادي في حماس محمود المبحوح، والذي اغتيل قبل عامين في دبي.